مساء الخير إخوتي أخواتي، مثل كل شهر عم نجتمع هيك مع بعضنا البعض تنتذكر أمواتنا يلي سبقونا وعلاقتنا معنا بالصلاة، من خلال الصلاة، من خلال الذبيحة الإلهية، من خلال بالفعل نحن نتذكرهم حتى نبقى ونستمر بحياتنا يلي بيعطونا فيها القوة. الجمعة الماضية كان أحد الكهنة، نتذكر الكهنة الأحياء والأموات، الكهنة يلي سبقونا، يلي تركولنا إرث، يلي هن حضرولنا الطريق، يلي هن ضحوا بحياتهم حتى نحن ناخد إيماننا ويكون مبني على الصخر ونستمر، والكهنة الحاليين عم نصليلهم كمان لحتى نضل حدهم ويضلوا حدنا يعطونا الأسرار، والأسرار يلي نحن منكفي فيها من سر المعمودية بأول سر، من سر الاعتراف، من سر الإفخارسية جسد ودم المسيح، لحد سر مسحة المرضى لما يكون على فراش الموت. اليوم وهذا الأسبوع أسبوع الأبرار والصديقين، كمان كل الأشخاص الأبرار والصديقين يلي كانوا بالكنيسة ويلي كانوا هلأ منشوف بالإنجيل نور العالم وملح الأرض، كمان نتذكرهم ونصليلهم لأنه هني كمان عم يصلولنا. هذه الشراكة بيننا وبينهم بالصلاة، مش عم نقدر نشوفهم بس هن عم بيشوفونا، ولكن بالصلاة، الصلاة والإيمان بنقدر نشوفهم، بيقدروا يشوفونا ومع بعضنا يكون هالشراكة. وكمان الأبرار والصديقين يلي بعدهم على الأرض، نحن منهم نصلي لبعضنا البعض، ولكل الأشخاص المسيحيين المؤمنين الملتزمين يلي عم بيوصلوا كلمة يسوع المسيح بالرغم يمكن بعض مرات بالاستشهاد بحياتهم أو بالدم. الجمعة الجاية تذكار الموتى يلي سبقونا ويلي نحن هيدا عم نتذكرهم، إذا مش كل يوم بعتقد كل واحد شخصيا عم نتذكر موتانا، عم نتذكره جماعيا كل شهر. كمان جمعة الجاية تذكار موتانا يلي سبقونا، أحبائنا، أصدقائنا، أهلنا، أخوتنا، جيراننا، كل الأشخاص، لحتى كمان الرب يلي بيكون بعدهم بعاد عنه يتقربوا من الرب ويشوفوا قديش هو لذيذ وطيب الرب. هيدي كمان صلاتنا، وهيدا إيمان لقلنا، وهيدا رجائنا، وهيدي اللي بتعطينا الاندفاع أكثر وأكثر كمان نحن نستمر بحياتنا، إنه في حياة تانية، حياة مستمرة، حياة حقيقية مع يسوع المسيح يلي بدنا نعيشها مع قديسينا وكل الأشخاص يلي سبقونا، نسبح ونمجد الرب. أما إنجيل اليوم يلي بيدعينا فيه، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس. إذا منتذكر وعم نعيشه، الملح هو أرخص شيء، ما هيك؟ ملح أرخص شيء بالسوق لأنه نقدر نلاقيه وين ما كان، وأكثر شيء موجود بالبلدان، ولكن هيدا هالملح لما منحطه على الطعام بمعدل معين لا أقل ولا أكثر بيعطي نكهة، بيعطي طعمة، وبتضل طعمة الطعام صحيحة وموجودة. ولكن إذا هالملح هيدا ما حطيناه على هالطعام منحس يا يعني بعض مرات حلوي أو مش طيب أو في شي ناقص، بنقول في شي ناقص دايما، معناته لازم نملح. يعني تخيلوا لحدين توين لما نحط هالملح بيدوب هالملح وبيعطي هالطعمة. بيشبهنا هالمثل لنحن كل واحد منا ماشي على طريق يسوع المسيح كمسيحيين مؤمنين ملتزمين، مش أرخص شيء، نحن أغلى شيء بعيون الله، يمكن أرخص شيء بعيون الناس يلي بعاد عن يسوع المسيح، يلي بيطلعوا بيقولوا يه أنت عايش حسب الأسرار، أنت عايش حسب الوصايا، أو أنت إيه نعم أكيد، لأنه أنا في حياة تانية، وهيدي السعادة إذا بعيش أسراري وبعيش الوصايا اللي وضعتهم الكنيسة، بعيش السعادة على هالأرض وبوصل للسعادة الآخر. فإذا نحن لازم ندوب مثل ما بيدوب هالملح وبيطعم هالأكل يلي شيء قليل، ونحن يمكن منا قليل بالعالم، كاثوليك فوق 1.5 مليار، ولكن إذا بدنا نعتبر نقدر نطعم العالم وبيصبحوا يتعرفوا على يسوع المسيح ومع يسوع المسيح ومسيحيين. قديش الشيء القليل او الشيء البسيط نحن اللي بنعتبره
هو بيعطي قيمة كتير كبيرة وقيمة عظيمة لكل إنسان، وكل إنسان حسب بمجتمعه، كان التلميذ بالمدرسة، إن كان التلميذ بالجامعة، جامعة، إن كان بالبيت الزوج والزوجة، إن كان بالمجتمع اللي نحن عايشين معه، من خلال أعمالنا، من خلال تصرفاتنا، من خلال كلامنا، أكثر وأكثر من خلال حضورنا وشهادتنا، صمتنا. نحن مخافة من الصمت، وهو الصمت كمان دليل عن قوة وعن محبة ليسوع المسيح، مثل مريم العذراء اللي كانت صامتة تحت الصليب تتحملت أوجيعها وألامها. نحن كمان كمسيحيين بعض مرات ضروري نعيش الصمت، الصمت الروحي يلي عم نسمع يسوع انه يحكينا، لانه ما ممكن نسمع يسوع اذا كل الوقت نحن عم نسمع موسيقى ونحكي وندرس ونتعلم ونروح ونجي وبالسيارات وحاكي، كيف بدنا نسمع؟ مثل هلا صمت تكون موجود عم تسمعوني، كمان صمتنا وقت بنسكت كلنا بنجي بنسجد امام الاربين عم نسمع يسوع، وبلحظات ايامنا كمان يلي بتتخللها خلال النهار لازم نصمت تنسمع يسوع بداخلنا، وهذا اللي بده يعطينا القوة ويخلينا نحن بشهادتنا بحضورنا نشهد له. إذا منشوف النقطة الثانية، أنتم نور العالم لا تخفى مدينة على جبل. النور الحقيقي إخوتي أخواتي هو يسوع المسيح. يسوع المسيح هو النور الحقيقي الذي لا يزول، ويلي بيبقى بالرغم من العتمة يمكن يلي نحن منشوفها بالظلام، يسوع المسيح موجود وهو عم بينور. هيدا هو النور الحقيقي يلي اجا تيضيء للعالم كله، تيعطي هالنور للعالم كله، تيعطي نور العينين اذا بدنا نقول نحن منشوف فيهم، ولكن في نور القلب كيف منقشع بقلبنا. القلب هو يلي جامع كل الحواس العواطف، كيف انا كمان مع قلبي ومع نظري بعقلي بدي اقدر شوف الاخر، ما بشوفه بس بالعواطف، ما بشوفه بس بالفكر، ولكن بشوفه بالفكر وبالعواطف حتى يكون مشاهدتي للاخر مشاهده حقيقيه ومبنيه على يسوع المسيح. هالرسل يلي كمان كانوا بحياه يسوع المسيح عكسوا هالنور، ومنشبه نحن هالنور مثل القمر بيعكس نور الشمس بالليل. ونحن كمسيحيين أبناء يسوع المسيح ما علينا أنه نعكس نور المسيح على الآخر حتى ينور وحتى كمان يشوف يسوع بعيونه. هيدا النور يلي بده يضيء للعالم، هيدا النور يلي بالفعل مهما كان مخبى أو مش منشاف بده يبين وسيظهر. بنشوف قديسينا مرشار بالصومعة فوق ظهر للعالم كله من خلال صلاته، من خلال اتحاده بالمسيح. بنشوف القديسة تريزا الطفل يسوع يلي كانت جوات بالكلوات جوات بين الحديد عايشة حياتها، أصبحت هلأ أعلنتها الكنيسة مرسلة، شفيعة المرسلين بالعالم، مع أنها ما كانت رسولة ولا راحت، ولكن كانت تصلي للمرسلين بحياتها ضمن كنيستها ضمن غرفتها، ما طلعت لبرا ولكن كانت متحدة معهم بالصلاة وتصليلهم تالرب يعطيهم القوة، تالرب يعطيهم الشجاعة، تالرب يحميهم تيوصلوا كلمته للأشخاص يلي بعد ما وصلت لأنهم كلمته. فإذا ما نخاف نحن مش ضروري الظهور والعلن أمام الجميع هو يلي بيبيننا، بالعكس الخفية مع المسيح هذا يلي بيظهر وهذا يلي بيبقى، وكل القديسين عاشوها وما يزال في قديسين عايشين بالخفية، ومع الوقت رح يظهروا لأنه كانوا عايشين يسوع المسيح، عايشين هالنور، هيدا النور الحقيقي بحياتهم تيبين المسيح، مش أنا تبين من خلال المسيح، المسيح بده يبين فيي بكلامي وبحياتي. بنهي بالآخر جملة، المدينة الموضوعة على جبل هي بتشبه كل جماعة مسيحية، كل بيت مسيحي هو موجود بده يضيء للبيت الآخر الموجود حده، للإنسان الآخر الموجود حده. هيدي هي المدينة يلي بدها تضيء، هي هالعيلة المسيحية يلي ماشي حسب تعاليم الكنيسة وقوانين الكنيسة، وهودي كلهم بيختصروا حب الكنيسة لإلنا،
كنيسة مش بس حطت قوانين، يسوع مش بس حط قوانين، مش بس حط وصايا، أعطانا زيته، حبنا. ولكن هالقوانين وهالوصايا بتحفظنا، بتخلينا شوي ما نشت عن الطريق، ولكن لحتى نروح صوب الحب، حب يسوع المسيح اللي أحبنا إياه حتى الصليب، حتى الموت. هيدي المدينة المضاءة، المدينة المنورة، المدينة يلي هي كل بيت وكل عائلة مسيحية وكل شخص منا نحن مؤمن بيسوع المسيح، ويلي بذات الوقت بتكون مبنية على الصخر، لأنه هالصخرة هي يسوع المسيح، ما بتتزحزح بالرغم من العواصف، بالرغم من الحروبات، بالرغم من الألم، بالرغم من المرض، لأنه مبنية على صخرة يسوع المسيح يلي ما في شيء بيهزها. مشان هيك خلي يكون نحن عنا رجاء كبير وأمل كبير بحياتنا يلي فيها تعب، يلي فيها مرض، يلي فيها ألم، كمان بأمواتنا يلي فقدناهم ويلي رح نذكرهم هلأ إن كان قريبا ولا بعيدا، نذكرهم كلهم ونصلي لهم، يكون عنا جوا هالفرحة هالرجاء إنه هن مع الآب السماوي مع كل القديسين يلي سبقونا عم بمجدوا الله ويسبحوه، ونحن يوما ما رح نلتقى فيهم، هيدا إيماننا، رح نلتقى فيهم ونمجد الله ونسبحه كلنا بفم واحد، له المجد إلى الأبد، آمين.